بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر شعبان إلها أصنف كل عنوان ذكر شعبان أيغر النبي صلى الله عليه وسلم يفكي سزال ذم قرآن إن ديون بوغور غفلن في اللس مدن ديون بوغور غفلن في اللس مدن يسد رجب أكذ رمضان. رمضان حدث رمضان بك الدين ربي القواليس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولكن سبحان الله تسيل الغفلة تسيدت فقرق شعبان يلحس المغاولة سلم غاولة انسى يلها انسن في كازل ذم قرآن نركز علي على هذا الشهر الكريم على هذا الشهر شهر شعبان لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تترى التي تؤكد على أن شهر شعبان يعتبر سفيرا لرمضان هو السفير الذي يسبق رمضان إزورست سوى قور شعبان ذا شو يلاقى في خدم بنادم زرب لي بعد شعبان ديال رمضان ذا شو يلاقى فيه كيف نادم او كيف نستقبل هذا البريد او هذا السفير الذي يسبق الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم ثم زوارو في يلاقى سنرد قال غنغ اول مساله نضعها في الحسبان انه في هذا الشهر ترفع فيه اعمال السنه حدث كبير يعني لو مقام الرفع سمحتي التقارير يرى انا غادي نخدم نخدم لي رابور الرابور كل سمانه راه مكولاس لو بيلون جينيرال بيلون انويال كذا لي ساك لي بيلون دي دوني ثاقي وذا انسى التقرير السنوي يرفع بوكوراكي شهر شعبان إذا المسألة تستحق الاهتمام ثم سلتاقي تحوج ثموغلي مدام ذو قوقوراقي أتورف ذنتا كل خذمة ثنغو سقواس أكوا إن خذم ذو سقواس أذي تورف لو بيلون يعني يام قرآن آخر تقرير مفصل يا ربي سبحانه ذو قوقوراقي شعبان إيش بيا ربي أكن من الله ثانية خمسات باش نوالي أمشي نفك التقارير أمشي نخدم التقارير النغ باش خصنا ديك باش نكمل باش ما يتورف هذي بابي جنوان يا ربي سبحانه إن شاء الله هذه لي ذوين يلهان ذوين على غيس فرحان ذي الأخر نركز على هذا الشهر الكريم شهر شعبان لأنه يرفع ترفع أعمال السنة كاملة إلى رب العزة جل جلاله في هذا الشهر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم نصدقار عليه الصلاة والسلام حملغ ما سورفد الخدمين والسقاس غرب سبحانه أذيلي غزانغ هذا العنوان الكبير نفصل فيه قليلا بما هو متاح ذا شو قلقة يخدم بلادم القوقوراقي من شهر رمضان شهر شعبان ثم زواروث تجديد التوبة لاستقبال الشهر الفضيل التوبة واجبة أمرنا بقوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة يوم رغد ربي باش نثوف ياك والتوبة ماشي كل شعبان نغم كل رمضان خاطي التوبة يوميا يلاس نغم كن نحفظ في مغار نسمغارين نغ استغفر الله استغفر ما يكر استغفر الله ما يقيم استغفر الله
استغفر الله لبذل جيل سون سن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادى في منيس فإني أستغفر الله في اليوم شحال في رواية 70 مرة في رواية 100 مرة علما بأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ربي يا فيس أما ثم زورة أما ثم قرى ولكن يكثر من الاستغفار بل وأمرنا بسيد الاستغفار. أنوي سيد الاستغفار الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إقيم ثورة يثن تمساد عقبة ذا شوت ميلا غمذن أديني كيني أتصيع صيغ المعاصي كثيرة شكغارة ذا شري سمح ذا شريج وثقي مدخل خطير من مداخل الشيطان. الشيطان يتسكلي خيوم ذان باش هذي الزرع لا يس ذقوليس هذي الزو لا يس ذقوليس أسيني خشيني ذا ين ثلوفيك مقريف المعاصينيك مقريف ذا ين وكي عفو يرى وذي الحقيقة ثقي مكيدة ذي الحيلان الشيطان باش هذي السيسم ذان هذه مكيدة من مكائد الشيطان يريد أن يزرع اليأس في قلوب العصاة باش ما يتوبوش هذا مكان ويغفلهم يخليهم غافلين على قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الإسراف على النفس بالمعاصي أتفضل ذن يغرق ذي الذنوب أكن يا ربي ذا شو ذا سينا أشو سنينا ثم زورتين يسن يا عبادي إناس لا تقنطوا من رحمة الله وتسيسترس الرحمة ربي في ثلاثة إن يسن إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني سونز إكسيبسيون إياك الذنوب ولكن الشيطان يتكليخهم ذا نسيني ربك يعفو صف دو بوان أدي فذا نتدي حسبي يوثيوث ولاش صف ربي ناد إن الله يغفر الذنوب جميعا أكن ملانت مزيث مقريث أكن فغلت اللانت في صربعة إناد إنه هو الغفور الرحيم فقسم ناس أرجى آية في القرآن ذي اللي اقتزون السيرم ذقولاون باش إمذانا أرتسيسنارا سرحم ربي. الأمر أيضا تهيئة لشهر رمضان في هذا الشهر الكريم شهر شعبان طهارة القلوب نغار بسترسكي قوار قلوب القلوب يحتلها الشيطان. أولا شوفوا هذا اسم مليح هناك احتلال للشيطان لقلوب بعض الناس فإذا احتلها ملأها حقدا حسدا انتقاما يا لطيف ده شو المعنى بوال الشيطان ما يزغ أولاوان أثنير ذي فرخانا أثني تشارد الكره أذي شاره ناك الدونيث أثني تشارد الانتقام أمر يتسفدك فوياك الدونيث يتوالي الدونيث تفركانت صلة الرحم ولو الآن من الظواهر قرن العلماء شهر شعبان شهر صلة parmi les caractéristiques خصائص شعبان أنه شهر الصلة صلة الأرحام وشهر طهارة المعنى يستزدي بول خط ربي الناد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
ربي ما قالناش ما ديروش المشاكل ولا ما تختلفوش، لا لا عادي تختلفوا على الحانوت في لا كونطابيليتي في الشركه في الحدود في ليسا ثمغار في سليث، كل هذه المشاكل موجوده في دار الدنيا. هذه من خصائص الحياه ان يختلف الناس بعضهم على مع بعض، شيء طبيعي. أذم خلفني مذانان داخل توشولت داخل بوذروم داخل انت الدارف ذيك فرذان، ولكن داشو الهوارة وسي الهوارة اسمس روح الانتقام، روح الانتقام مرة تضرو يري مذانن سمحتي تساويد أين شبيحارة تسجد الشامة تسجد النهثة تسجد لاثر زير لاثر. أي ربي ذي القرآن مدينة إن ذي الآية مثلا سورة النساء الآية 65 الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا سبق في علم الله أن الناس سيتشاجرون ويختلفون مهما كانت طبيعة النزاع ذي الفونسيين أو الشركان أو الحدود أو ذوال أو ذا الرأي في كل من ذي الرأي ذا ثماثنا ذا مخلف ذي الرأي ذي مولا ذا مخلف عادي، ولكن إيه ثماثن أولاون أذي رحم ربي القبيل سينان مزديث أولاون أذ شبحن وذماون. سبحان الله أمشي يعني ثني وفق ربي إولهثنا ربي أدين المعنى يسعى نزل ذا مقرن سلام سي الآية إلا من أتى الله بقلب سليم وإذ قبيل قرنك مزديث ولاون أذ شبحن وذماون. النقطة ثان قالوث اللي هو شهر النافلة. أشو المعنى شهر النافلة؟ النافلة لن في كل شهر ولكن تدريب لشهر رمضان، نحوج التدريب على الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يصوم أكثر الشهر أو معظم أيام الشهر من شعبان يصومها، وكذلك كان يفعل الصحب الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تصوم أقول شعبان أطاس أطاس كلي ونع على حساب فازمر في سمان غدا ولاقي إلى قبنا دم يسجل حضوره أذ يظن نافلة خطرت رجل فريضة أثي وقول رمضان نسأل الله أن يبلغنا رمضان ما يصوض صغزي العمر فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يلا إذن أما الصيام تدريب على الصيام يا المستنى قيثور الله يبارك ولا بالشدوى ضصمير كل شيء يسهل اسمه كي هذا من باب التذكير وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. في السناف ذغذي النافلة المحافظة على الرواتب بقدر الإمكان، رواتب الظهر رواتب المغرب العشاء رواتب السنم 12 ركعة بقدر الإمكان، ونزمنا صلاة الضحى فصلاة الضحى بعد حل النافلة حوالي 20 دقيقة بعد الشروق ما يشقيطيش سيد ركعتين أربعة ستة ثمانية صلاة الضحى ذا الساعة الفضل ذم قرآن. الإكثار من الذكر والتسبيح ربي الناد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك تلاوة القرآن أيضا نتدرب ونزراد قول رمضان بسم الله ما شاء الله الغاشية قرن القرآن مزي مقار ذا رجال سمطوث ويقارث ويسلى يسوى ذين قلهان للوقا ذي تختم ثلاثة أربعة خمسة ثيكال أكثر كل يوم على حسب الدرجة ينس كل يوم على حسب الاجتهاد ينس، ولكن سيثورة نتدرب هذه ثاني مهمة جدا. صلاة الليل نافلة نافلة الليل صلاة الليل وهي أفضل صلاة بعد المكتوبات المفروضات ولاش تظليث يقف تظليث دقيضة سوى المفروضات خمسة زلة يعني الصباح طهور العصر مرة العشاء
من بعد في قذقي الدرس تصلي ثن الليل قيام الليل نخدم تدريب لقوقوراقي شعبان باش مادي يوض رمضان أغد يفنو جذ لصلاة التراويح لصلاة التهجد. والكلمة الختامية الاجتهاد في الطاعات. من بعد يقول ما ويفكر بثغزي العمر يعيش حتى لرمضان يصوم. الله يبارك يا سعدو مذوين يعني يموث قبل رمضان، على الأقل يكون شعبان أحسن استثماره. إذا فلنجتهد في الطاعات لأن الأجل آت لا ندري متى الأجل، ولكل أجل كتاب. أوفق ربي شر ما يحبه ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.